الصحفية على أهم الأخبار الفيديوهات والصور اللي تم تداولهم على مواقع التواصل الاجتماعي في تبع الجرة. تبع الجرة. تقريبا البارح في بعد البلاغ نتاع الجامعة العامة للتعليم الثانوي اللي هبطته في المداولات الحكاية وحديث عن تعليق الدروس، التوانسة الكل يتسألوا والتلميذات يتسألوا والأولياء زاد يتسألوا ماشيين في تعليق الدروس وإلا لا. المقترح هذايا جي البارح حسب البيان نتاع الجامعة العامة للتعليم الثانوي جي من مقترح من عندهم هما لتعليق الدروس لمدة 10 أيام. المقترح جاء في جلسة جمعت نقابة التربية بوزير التربية وهيكل الوزارة، وحضر زادة في الاجتماع دكتورة نصاف بن عليا ووفد من وزارة الصحة تترأسهم دكتورة نصاف بن عليا. حكيوا على الموضوع والمقترحات وإمكانية أنه يمشيوا في تعليق الدروس. المقترح كما قلنا حسب البيان البارح نتاع الجامعة العامة للتعليم الثانوي تقول انه المقترح هذا يتفاعلت مع اغلب النقابات نتاع التربية، واللي هو المقترح يتمثل في تعليق الدروس لفترة 10 ايام في كافة المؤسسات عداء السنة التاسعة والبكالوريا، وتقديم مواعيد الفروض التأليفية ومواعيد الامتحانات الوطنية اذا كان ذلك ممكنا علميا، وهذا لتجنيب الأسرة التربوية والتلاميذ خطر الإصابة بالكورونا. أيضا أعطت الرد الفعل متاع الطرف الوزاري وقالت إنه اعتبر إنه الحل يكمن في تطبيق البروتوكول الصحي. معناه وزارة التربية ما زالت تقريبا ضد قرار متاع تعليق الدروس وتمشي أكثر في تطبيق البروتوكول الصحي. وبعد نقاش مطول حسب الجامعة العامة للتعليم الثانوي تم الحسم في عدم إمكانية المساس بمواعيد الامتحانات الوطنية، هذاك لأسباب بطبيعة لوجستية ما ينجموش يبدلوا التواريخ متاع الامتحانات، لكن ثم إمكانية تعليق الدروس وتغيير مواعيد الامتحانات فسيتم حسمها إذا كان ممكن. بطبيعة سيتم حسمها خلال جلسة عمل بشكون هارت الاثنين اللي جاي، وتقديم المقترحات مع بطبيعة الأطراف المعنية منهم النقابة وزارة التربية وال المختصين في الشأن الصحي اللي هما الوفد المواثل في وزارة الصحة. دونك المقترح الحديث على تعليق الدروس لمدة 10 أيام مازال مجرد مقترح من الجامعة العامة للتعليم الثانوي، ونعرف احنا توا الوقاية هذه تقريبا تحصرت ولا تحصر الوقت، ما عادش ثم إمكانية كبيرة على أنه يصير إيقاف الدروس وإلا تغيير الامتحانات والمواعيد متاعها. السنة شنو مازال عليها تقريبا مغلب السنة صغار ما قراوهاش، دونك ولا ثم ضغط كبير بين التوقيت، وعنا بكالوريا وعنا تاسعة وعنا سيزيام وعنا نوفيام، دونك ثم معناها امتحانات وطنية إذا كان باش يتمس فيهم حتى تاريخ وإلا اثنين كل شيء فسخ وعاود من جديد، ولهذا صعيب ياسر برشا برشا. دونك الأحسن تقريبا انه تمشي العباد في احترام البروتوكول الصحي، ولكن هذا ما نجموش نطبقوه على كل المؤسسات التربويه. صح نعرفوا انه ثم مدارس حتى سباله ما ثماش معناها الاحترام لغسل الايدي والا صابون والا غيره، ثم مناطق نائيه هو حتى معلش نمشيو حتى للنائيه، تمشي توا حتى المدارس ومعاها تلقاهم في وسط المدينه نقصين برشا القسم صحيح تلقاه صحيح. فيه 30 35 40 تلميذ بالزحمة. كيف زاد الانستالاسيون نتاع معناها وين المكان نتاع غسل اليدين ولا غيره تلقاه الشطر يا اما مكسر يا اما سباله ما تمشيش يا اما مواد التنظيف ما ثماش. ساعات زاد التلميذات منهم اللي يلبس الكمامه منهم ما يلبسش الكمامه، الصغيرات زاد كيف ياسر ياسر حتى الكمامه ولات غم عليهم ما عادش نجمين يطبقوا، فما صغار ما تيكرهمش يقدروا ثم حتى المعلمين والأساتذة اللي مصابين بأمراض مزمنة وفيهم برشا اللي خيروا أنهم يكونوا معناها في ياخذوا كونجي مطول على أنهم يعرضوا حياتهم للخطر، وهذا باش يصير نقص في الإطار التربوي. دونك الحقيقة الوضع على مستوى المؤسسات التربوية المشكل أنه ما فيهش حل، يا إما باش تمشي في حل يخلي التلميذ ظهر لي باش يحرم من كان باش نوخره والا باش نسكره يحرم من 3 شهور نتاع الصلاع، والا كمش نخليه نمشيو بالنسق هذايا، ولا ثم خوف كبير من الانتشار نتاع العدوى في المؤسسات التربويه. احنا في وضع خطير وخطير برشا. دونك حتى على مستوى المبيتات الجامعيه والمدرسيه وليت زاد انتشار كبير لفيروس الكورونا، وين باش يمشيو؟ معناه احسن الحل امرهم، معناه ما وين باش تمشي كش باش تعمل، الوقت مضغوط
قد ما نقولوا احنا نحاولوا نتعايشوا مع الفيروس هذايا باقي باقي مانيش قادرين بالامكانيات المتوفره. الوفيات البارحه واحد يتشوك كمان يعني ربي يز... وخاصه كي توا صغيره توا ما عادش نحكيوا على سن معين ما عادش يصاب بالكورونا، تقريبا الناس الكل ولات معرضه للاصابه حتى من الاطفال الصغار. هذاك علاش زاد الولي من شيره تلقاه مضبي هو اللي كمل قرايته، من شيره اخرى خايف علي. خايف عليه. دونك هاني قلت لك معناها الحلول وين باش تمشي وين باش تقبل وين باش تعمل، ولكن في الاخر باهي انه يتم الجلوس مع كل الاطراف المعنيه ويخرجوا ب قرار توافق يكون في مصلحة الصغيرات وفي مصلحة المربيين وغيره. نمشيو إلى الخبر الثاني. حبيت نرجع شوية البارح على مدى تطبيق حظر الجوالين مع بداية شهر رمضان. الحقيقة أنا ذي على شهادة حية مع شفتها وعينتها وريتها أنه ما ثماش تطبيق لحظر الجوالين على الساعة 10 ليلا. البارح تقريبا انا قلت من معناها من 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 دارنا نشوف القهاوي ل 11 11 ونص مازالت محلوله، من مقاوتين ولا ثلاثه ظهر لي مازالوا محلولين، العباد تدور، الكرهب تمشي وتجي تسركل، الموتورات الموبيلاتات تك تك تك، والعباد تدور وتتحرك على راحتها تماما. انا وصلت العشرة غير ربع، قلت لا هاو باش يبداو بشويه جوست هاكو ذوما عباد القهوة القراب لهنا، والا مادام القهوه مازالت محلوله معناها ذوما العباد القراب اللي يسكنوا قراب فيسع فيسع ينجم يسكر ويروح لداره. جات العشرة يا اخي مش العشرة، جات العشرة وربع يا ولادي راهو حاضر جوالي، جات العشرة ونص يا ولادي راهو حاضر جوالي، ال11 مازالوا واخذين راحتهم. والله العظيم تقريبا ال11 وربع ال11 بدات الامور تنقص بشوية بشوية، بدأوا العباد ينقصوا بشوية بشوية من الكياس وبدأت الأمور هكا تهدى شوية نسبيا، وبدأوا تعرفش علاش بدأت تنقص والتهبيط الجزئي متاع البيبان متاع القهاوي بشوية بشوية. تعرفش علاش بدأت تنقص؟ خاطر معظمهم يصبحوا يخدموا اليوم، هذاك كان جاي البارح هو ويكاند وأول نهار في رمضان وسيبوهم وكيكا في الليل، والله يروح حد بيني وبينك ماضي ساعة وشوف تلمهم هذوكم الشارع وشكون باش تلم وشكون باش تخلي. توا احنا الحقيقة واخذينه الموضوع هكا بطريقة هزلية، أما إذا كان الدولة تقول لك حظر جوالين العشرة ولا يتم تطبيقه ويتم تطبيقه كان لحداش لحداش ونص، فهذه مهزلة كبرى. معناها اللي خذيناه بالضحكة كحكاية العصيان إيه ما في صحة صارت العصيان كما صار بطريقة سلسة أبداً بيرت ما من غير ما يبين هكا ياسر معناها متاع صدقني كان مشاو لهم متاع كي ماشي الأمور بطبيعتها متاع خلاها كان جاو مشاو مثلا الحاكم شي القهوة ولا شد عبد في الكياس قالوا اش تعمل هنا اش تعمل أنت لهنا العشرة فاتت، يقول واحد صار العشرة فاتت عادي متاع دبرت تمشي احنا وين الأمن سامحني شكون باش يشلم باش يكلم مولا القهوة ولا باش يكلم المواطن العادي ولا باش يكلم اللي في السوق في الكهرباء نتاعو ولا في الموتور نتاعو في الشارع، شكون باش يكلم؟ معناها ما ثماش شخص واحد والا مجموعه معينه هما اللي خالفوا. البارح اللي شفته الكل بالمواطن باصحاب المقاعد باصحاب المطاعم بالناس الكل خالفت توقيت حظر الجوالين. هما بيدهم مثلا رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم إسلام شعبان متمسك بأنه باش يعملوا عصير، هو اللي قال وقت دخل معنا قال احنا باش نحلوا المطاعم نتاعنا في شهر رمضان بالنهار، قال لك احنا ماشيين حتى مع التقليص نتاع توقيت حظر الجوالين وتعديله ماشيين في أنه باش يحلوا المطاعم في النهار. كيف زاد نائب رئيس الغرفة الوطنية أصحاب المقاهي صدري بن عزوز في تصريح الإعلامية يقول زاد كيف احنا التوقيت الجديد 10 ما يعملنا حد شيء، وقتاش باش نحلوا القهوة نتاعنا، وقتاش باش نخدموا، وقتاش العامل باش يسكر، وقتاش باش يروح الدار، وقتاش دونك انا لهنا ما تكفينيش العشرة، اقل شيء لازمني نصلي. وهما توا ينتظروا في جلسة طلبوا قالوا حسب تصريحه يقولوا احنا طلبنا جلسة مع رئيس الحكومة هشام المشيشي مع رئيس منظمة الأعراف باش يعملوا لقاء مع أصحاب المقاهي والمطاعم ويبدلوا ويطالبوا بحظر الجوالين يكون حتى نص الليل باش ينجموا يخدموا خدمتهم. دونك الأمور ما نعرفش إذا كان باش تتواصل هكا وإلا فقط هي فوضى أول يوم في حظر الجوالين أم باش يتواصل الأمر هكا.
هل باش يصير التدخل توا باش يولي بالقوة ولا باش يخليه الأمور هكيكة هاكي ماشي بطبيعتها؟ شنو باش يصير؟ هو البارح العشية فتحيها بطل لتونس ودخلت في شوية كما نقولوا احنا أنهج هكا، هما متفرعين من الغوت برانسيبال في وسط تونس، فيها برشا سيركولاسيون دو تيل فاسون كلي تقدم وتقف تقدم وتقف، معناه تركز بالكدي على اليمين وعلى اليسار. هكا ريستورونات محلولة ناس قاعدين البيبان مهزوزة، ما با مسكرين البيبان ولا اللي يفطروا قاعدين ولا كالتسكيرة نص بنص، لا 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 نص لا بكله محلول والعباد قاعدة وتسمع كان صحن فريت صحن كفتاجي ونعمل هكا ونقول لا 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 بكشي صمت قبل بنهار انا بكشي مسبقة في رمضان بكشي ما فهمت برا بكشي ريستوران برك نزيد نقدم طرف ونقف محلول الشيء ما فهمت معناها تطبق العصيان بأتم على الكلمه محلول انا قلت باش قديمة تهديد محلول معناها هاني قلت لك كم تاع قبل لك اللي هكا يدخلوا بالسرقة وبيبان مسكرة وهابطة ويعملوا باباخر يدخلوا منه العظيم على عينك يا درشنا كونو. شنو اللي بش يصير في الأيامات الجاية توقيت متاع حضرة جوالاني إذا كان ما طبقش نهار لولاني؟ هل بش يطبق بقية الأيامات؟ إذا كان ما يطبقش بقية الأيامات بش يصير التدخل معناها القوي ولا بش نعملوا عين شافت وعين ما شافتش؟ ربي هو المشكله والله المشكله نقول فتحيه مشكلك مش في هذا الكل راه والله العظيم، لا مشكلتي في طبق حضر الجوالين ما يطبقش، في باش يدخلوا بقوه مش باش يدخلوا، خوفي وجنوني الكارثه اللي باش تصير لنا قبل العيد كان باش تواصل هكا باش تواصل هكا. والمشكله انك كي جي تحكي مع عبد يقعد لك يحط لك ساق على ساق ويقعد في قهوه يقول لك كورونا انا كورونا صدقت انت كورونا مازالوا عباد معناها فما عباد ما تصدق الله غالب الا ما يعرفش ما نقول لك ما يحس بجمره كان يعفس عليها. كان وقت اللي يجي في احد افراد عائلته عليه نوصلوا لواحنا لين تفقد بوك والا امك والا اخوك والا اختك والا خالك ولا خالتك باش تعرف اللي هي فما كورونا، تقول لي ولدي راهو على مصلحتك. دي مصلحتي يا اخي، تعرف اكثر مني مصلحتي. فتحيه انا فقدت عبد من العائله بالكورونا والاخر لحظه مش مصدق لي فما كورونا الا ما مرض. ريت كيفاه معناها وقتها صاي ما عادش ثم لا ندم ولا حتى شيء ما عادش ينجم يتصلح. راهي الكورونا حقيقه والوضع صح. حقيقي خطير وخطير جدا في تونس. ردوا بالكم على رواحكم ولبسوا كماماتكم اذا كان باش تخرج او حلينا بعد شق الفتره. اخرج ميسالش وتمشى وقعد في القهوه، اما على الاقل شيء البس الكمامه وكذا. هذاك هو المطلب. كانت هذه اخبار تبع الجرائد.